الوزارة حريصة على التواصل مع المجتمع الدولي في مجال تحديات الموارد المائية والتغيرات المناخية، وبناء على ذلك الوزارة حرصت على تنظيم المؤتمر الدولي الأول للمياه الذي حصل العام الماضي، وهذا المؤتمر يعتبر الأول من نوعه على مدى أكثر من 40 عام. لم يحصل في العراق تنظيم أي مؤتمر دولي خاص بالمياه، نجحنا والحمد لله في تنظيم المؤتمر الأول، كانت تجربة جديدة على وزارة الموارد المائية وعلى الحكومة العراقية، ولكن حظيت بدعم كبير من قبل دولة رئيس الوزراء لأهمية الاهتمام بالملف المائي. سوف يكون لدينا إن شاء الله الأسبوع القادم المؤتمر الثاني، تم الإعداد له بشكل أفضل من المؤتمر الأول، وأيضا بمشاركة دولية كبيرة ستكون على مستوى وزراء الموارد المائية في المنطقة العربية وفي الإقليم، وأيضا سوف يحضر هذا المؤتمر العديد من مبعوثي المياه في المجتمع الدولي سواء في أوروبا وفي أمريكا وفي كل دول المنطقة، وسوف يتم مناقشة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية. هدف المؤتمر هو إدارة الموارد المائية في ظل تحديات التغيرات المناخية. هذا الموضوع يعاني منه العراق بالدرجة الأساس كونه دولة مصب وأغلب موارد المائية تأتي من خارج العراق، وأيضا ضرورة إطلاع المجتمع الدولي على واقع الموارد المائية ومساعدة العراق في مواجهة هذه التحديات. سوف نستفاد من خبرة الدول الأوروبية، الدول العربية، كافة المجتمع الدولي من خلال تجاربهم في إدارة حالة الجفاف، في إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية. أيضا الوزارة عدت دراسة استراتيجية وخطط حثيثة لتجاوز هذه الأزمات. هناك دعم كبير من دولة رئيس الوزراء، من الحكومة العراقية، للإجراءات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية. نفذنا العديد من المشاريع ونعمل ونخطط لتنفيذ العديد من المشاريع التي تواجه التغيرات المناخية وتعمل على الحد من تأثيرها من جانب، وأيضا زيادة الغلة الزراعية وتغيير نوع المحصول واستخدام التقنيات الحديثة. الوزارة حريصة كل الحرص على طرح موضوع في المؤتمر سوف يحظى بمناقشة كبيرة، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا، التحول من الري المفتوح إلى الري المغلق، نقل المياه بالأنابيب، إيصالها إلى كل المستحقين. هناك اهتمام دولي بوضع العراق من ناحية تحديات التغيرات المناخية، وهذه التحديات حقيقية ما زال العراق يعاني منها، ولكن الحمد لله هناك تضافر للجهود لتجاوز هذه المرحلة، وإن شاء الله المراحل القادمة. مسألة التغيرات المناخية أصبحت حقيقة واقعة، على العراق أن يأخذها على محمل الجد، ولذلك هذا المؤتمر سيركز بشكل كبير على تحديات التغيرات المناخية التي تواجه العراق لغرض الاستجابة من كافة التجارب التي قد نستفاد منها من خلال المحاضرات والمناقشات على مدى 2 يوم من عمر هذا المؤتمر. سيكون يوم خمسة ويوم 6 من المؤتمر، وخصصنا يوم 3 لزيارة حقلية لإطلاع العالم على سدة الهندية القديمة، هذه السدة التي أدرجت على لائحة التراث العالمي للري مؤخرا. هذه السدة لديها تاريخ في العراق، أنشئت في عام 1913 وتعتبر تاريخ العراق الحديث في مجال المشاريع الروائية وإدارة الموارد المائية، ليطلع العالم عن أن العراق ليس حديث العهد في استخدام التقنيات الحديثة بالري، ليس حديث العهد في تطبيق المشاريع الروائية، وما لسدة الهندية التي أدرجت مؤخرا على لائحة التراث هي مثال واضح لكل العالم على أن تاريخ العراق كبير في مجال إدارة الموارد المائية. وهناك أيضا مشروع آخر تم إدراجه وهي نواعير هيت، هذه النواعير في محافظة الأنبار أيضا أدرجت ضمن لائحة التراث العالمي للري، والوزارة حريصة على إدراج كل مشاريعها الأروائية التي نفذت سابقا على لائحة التراث العالمي للري. هناك من يقول أن العراق حديث العهد في موضوع الموارد المائية، نحن نقول لهم كلا، العراق هو من أقدم الدول ومن أكثرها شيوعا في استخدام إدارة الموارد المائية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في أوقات مختلفة من تاريخ عمر العراق. لذلك ضروري جدا أن يطلع العالم بشكل كامل عن تاريخ هذا البلد، وما قررناه خلال المؤتمر. ستكون هناك زيارة حقلية لإطلاع كافة السادة ضيوف العراق على تاريخ العراق من خلال رؤيتهم، وبشكل مبسط
على واحدة من هذه المشاريع الرواية ولا وهي السدة الهندية القديمة. إن شاء الله سوف يرى الحضور تاريخ جديد وواقع جديد للعراق من خلال هذا المؤتمر والمؤتمرات اللاحقة إن شاء الله. شكرا جزيلا.